ما بغيتش نجي داك النهار فهمتي حتى انا ستوريه بحالكم نكون باقي ما حققت ليش هاد الحوايج. الله يخليهم لك تحقق اليوم اخي السيم. الله يعزك اخي. الله يعزك. خاي صدراتي مسالي راه كنجي خاي صدراتي تفكرت واحد اللعيبه. شنو هي؟ تفكرت واحد اللعيبه وصافي. واش غتقول هذا عاد نسالي؟ تفكرت خاي صدراتي والله الا قلتها واحد النهار وحق الرب وبكيت وما قلت يقدر واحد النهار ترجع. جاتك البكيه راه والله جاتك البكيه غتقولها لي على حقيتاش اللي قلت تقدر واحد النهار ترجع ما تلقاهمش. الوالدين تفكرت اخاي الوالد ديالك كنعقل اخاي تنعقلك انت اتصلتي بيا قلتي لي شي عرض في الخميسات كدا 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 محال انت تكون عقلتي. عقلت مزيان ومشيت كنقلب لك. مشيت كنقلب لك اخي الصدرات وكنقلب وحق الرب وملي حطيتي السطوريه صافي فهمتي. كان مسكين هو كان الله يرحمه كان باغي قلت لي فيرما هكدا كان باغي يرتاح كان باغي تكون عنده فيرما كنت كنفكر ناخذ ليه شي حاجه هكا على قد وقلت لي ان واحد الخميسات زوينين وحق الله وبقيت كنقلب لك تاق 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 كنسوا على حقاش خاص اكثر من كثار انا تما البنيه انا معكس لي تما البنيه على 8600 متر خاص تكمل كثار هي قلت لك خليت نلقاو شي حاجه فيها كثار عرفتي معاش في ديك السطوريه وحق ربي نقول لك انا كاع درت لي انعكاس قلت وان داي حتى انا ملادي نجي نحقق للوالد الوالد الى يومنا هذا باغي شنو باغي باغي شي ارض في العروبيه ونبني له حنا عندنا 8600 متر عنده فيرما طاقه شمسيه دار البني لا تقولوا لي سير تبني بلا قانون انا نقول لهم لا باغي نبني بلا قانون فهمتي وهذيك اللقطه خلاتني نقول والوالد ما باغيش شي ارض من تما لان هذيك راه ارض جدي باه هو صغرو كامل لعب في ديك الارض مرتبط بها باغي لي هنا باي طريقه بني لي ولدي هنا حاولت تعيد ما يمكنش فهمتي ما عاد بغيتي تبني شي طريقه غير قانونيه لا ما بغيناش بغينا بالبلون بكل شيء والله ملي شفت ديك السطوريه ديال الوالد ديالك وحق الرب قلت يقدر للي نعيش داك النهار ما بغيتش نجي داك النهار فهمتي حتى انا ستوريه بحالكم نكون باقي ما حققت ليش هاد الحوايج. الله يخليهم لك تحقق اليوم اخي السيم. الله يعزك اخي. الله يعزك. والله الا فهمتي قلت لك تقدر شي نهار ترجع تلقاهم وانت فهمتي رديتي لي الله يخليهم لك. الله يخليهم لك. انا ديما كنقول واحد الميساج دابا قبيله كنا كنهضروا كنت كنهضر على واحد الحاجه مهمه اللي هي الوقت غادي هو تدير كل شيء ولكن الوقت ما كيساعفكش دير كاع داك الشيء اللي انت باغي. انا بغيت نقول ما كرهتش كون نربح شويه الوقت ندير ليه غير الديطاي هذا اللي كان باغي فهمتي تاخذ ليه غير ديك الارض غير يشوفها يعرفها يقول ها هي راه ديالي ديك الساعه يمشي ولكن كتامل بقدر الله هو واي زوين هذا الميساج اللي عطيتي راه كاين الناس ما تيشوفوش هذا الكوتي هذا لا اخي انا تنحسبها تنقول انا في تايلاند كنت ديفلوبا كدا 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 ولكن راه في نفس الوقيته راه تنعيش واحد شهر في العام مع الوالدين شهرين راه تتخلص هي هذه تتخلص ما كرهتش نجلس انا حدا الوالده نضرب الحريره كدا احسن حاجه اش باغي نتا كاع في هذه الحياه هذه ما كاينش ما احسن الوالده وتريح تضرب الحريره ومريح حداها ولكن اخي فهمتي المهم هكا هكا الواحد يقدر هنا فين كاينين التضحيات اللي كيدير الواحد وي راه غتمشي غتمشي باش تحقق واحد الحوايج انت تتحلم بهم كاين تضحيات من موراهم كاين واحد اخر عاوتاني كتلقى ضحى بالاحلام ديالو على ودي حوايج شخصيه وبزاف الناس ضحاو على قبل والديهم تيقول لك انا خدام تنعرف هادو خدام كدا كل واحد اختار على شي ضحي عندي كل واحد يعني راه ولا بود كاينه التضحيه ولا بود كاينه التضحيه شنو